خلونا نبدأ فقرتنا الرياضية من القلعة الحمراء. النادي الأهلي اللي بيواصل تدريباته على ملعب تيتش استعدادا للسوبر المصري اللي هيقام في الإمارات خلال الشهر الجاري. الفريق بيؤدي تدريبات متنوعة بالكرة، بيحرص الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين. مارسيل كولر المدير الفني بيعقد جلسة مع اللعيبة قبل المران، وده للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية. علي معلول نجم النادي الأهلي وظهير أيسر الفريق الأول بكرة القدم بدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد ليه بعد جراحة واتر أكيليس. وطبيب الفريق قال إن معلول بيقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى هيتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القليلة القادمة. روح لنادي بيراميدز اللي بعثت نادي بيراميدز بتعود إلى القاهرة بعد اختام معسكري اللي أقيم منذ الاثنين الماضي في تركيا، بيتخللوا مواجهتين وديتين استعدادا للسوبر المصري اللي هيقام في الإمارات مع النادي الأهلي. نروح لبتروجيت اللي بيتعادل مع فريق مودرن سبورت بنتيجة 1-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم باستاد الكلية الحربية، ده استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم نهاية الشهر الجاري. من كرة القدم نروح لتنس الطاولة. منتخب تنس الطاولة للسيدات بيتأهل لنهائي منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية اللي هتقام بإثيوبيا. يتأهل منتخب للنهائي بعد التغلب على المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-0. نروح للسكواش. أعلنت رابطة اللعيبة المحترفة للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد اللي في شهر أكتوبر. حافظت لاعبتنا نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة. هانيا الحمامي لاعبة نادي وادي دجلة في المركز الثالث. أما في تصنيف الرجال بيحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما بيستقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني. منتخب الجزائر بيتأهل إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 اللي هيتقام في المغرب، ده بعد فوزه على فريق توجو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة بتصفيات أمم إفريقيا 2025. كمان منتخب الكاميرون بيتأهل رسميا لبطولة الأمم الأفريقية 2025، وده بعد فوزه على كينيا بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من التصفيات. منتخب الكاميرون بيصل للنقطة العاشرة بتخليه في صدارة المجموعة العاشرة وفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه زيمبابوي صاحب المركز الثاني. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتختار اللعيب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بقائمة أفضل 10 لعيبة في البريمير ليج الموسم الحالي 2024-2025، بعدما استطاع الفرعون المصري قيادة الريدز لتصدر جدول ترتيب البطولة قبل أيام قليلة من انطلاق الجولة 8 من المسابقة. هذا الخبر مشاهدينا، نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الرياضية. عودة مجددا لشاذلي ومنا لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا رجاء، ولسه كلامنا مستمر عن الرياضة.